السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ ناصر. ikiwa leo اليوم الصباح من tarehe 26 mwezi wa 8 2021 ikiwa tuko katika kijiji cha Ngolu, bado ni kijiji cha Ngolu katika kata ya Ngolu wilaya ya Igunga. Hiki ni kisima cha nambari 65 ambao hii ni sadaka iliyotolewa na Nabila Khalil toka Oman chini ya usimamizi wa Alkhairi Community. Alhamdulillah, hadhihi sadaqatu min Nabila Khalili min Oman tahta riayati Alkhairi Community. Shukran laka, shukran lakum wa jazakumullahu alkhair. Na hiki ndio kisima chetu, alhamdulillahi rabbil alamin. Chota maji. Alhamdulillah, piga piga sikike maji. Kama unaposikia maji yanasikika, alhamdulillah yako mengi. Tuendelee na dua al-Fatiha. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله لم نشرح موجك شتم به من يزم قم بكل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا صندوق شرطنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمعنا بالعافية والسلام، حققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات ندم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت ومنيزي من كنا كومبا كوا رحمة زاكونا بارك زاكو يا رب العالمين. هوا أمبو ميتو صدقاء يا حبا يا رب العالمين وابك إلى الخير وكينجنا متحاني وكينجنا مبالا وكينجنا كلا شاري يا رب العالمين واندولي مراضي واندولي متاتزو يوتي أمبو يمو كومبا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian pemaji kubur.